السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اليوم الخوت غادي نشوفوا الصحف الايطاليه شنو قالت على التي جي بي المغربي اشرف حكيمي قبل انطلاقه ديربي الغضب امام اي سي ميلان. ما نطولش عليكم وندخلونيش في موضوع الخوت. سلطت صحيفة كوريا ديلو سبور الإيطالية الضوء على الدوري المغربي أشرف حكيمي لاعب إنتر ميلون قبل ديربي الغضب أمام إيسي ميلون، ووصفت الصحيفة اللاعب ذو 22 ربيعا بالسلاح التكتيكي للإطار الإيطالي أنطونيو كونتي خلال هذه المواجهة المرتقبة بين طرفي مقدمة الترتيب في الكالتشيو. وأكدت الصحيفة عبر تقرير مفصل نشر في موقعها الرسمي أن المباراة ستشهد اصطداما ثنائيا بين حكيمي وزميله السابق في ريال مدريد واللاعب الحالي لإيسي ميلون فرنسي تيو هيرنانديز. وأشارت كوريا ديلو سبور إلى أن أشرف حكيمي يتفوق على تيو في العديد من النقاط على رأسها السرعة. طبيعة الحال راه حكيمي ما كيتقارن مع أي لاعب خصوصا في السرعة، وبالنسبة لي أنا أشرف حكيمي هو أسرع لاعب في العالم حاليا ما كاين لا مبابي لا والو، وكيف لو أن السرعة ديالو قدرت ب 34.9 كيلومتر في الساعة أمام أتلانتا في السيري أي. وكما كتعرفوا الخوت بأن رفاق أشرف حكيمي كيحتل صدارة سلم ترتيب العام برصيد 50 نقطة على بعد نقطة وحيدة من إيسي ميلون اللي عندهم 49 نقطة. يعني الماتش إن شاء الله بين الإنتر وإيسي ميلون غادي يكون ماتش كبير إن شاء الله، وأنا مأكد بأن أشرف حكيمي كيف العادة غادي يقدم مستوى كبير. وكما كتعرفوا الخوت بأن المباراة من المقرر إجراؤها يوم الأحد القادم بداية من الساعة الثالثة زوالا. ومن هذا الشيء كامل الخوت كنتمنوا أشرف حكيمي يدير مباراة كبيرة، لأن هذا الماتش ديال الديربي راكم عارفين كيكون متشاف بزاف. وفي الأخير قولوا لي التوقع ديالكم لهذ المباراة، شكون اللي غادي يفوز، واش الانتر ولا لاسي ميلو، واش اشرف حكيمي غيسجل في هذه المباراه ولا يدير اسيست. المهم قولوا لي الاراء ديالكم في قسم التعليقات. المهم هذا الشيء اللي كان بخصوص اشرف حكيمي. قبل ما نسالي وما تنساو الصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، في امان الله الى فيديو قادم ان شاء الله، ومع السلامه.